أناب سمو رئيس الوزراء الموقر كل من سمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية وسعادة الشيخ خليفة بن راشد الخليفة لحضور حفل الاستقبال الذي أقامه السيد عبد الله بن راشد المديلوي سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى مملكة البحرين بمناسبة العيد الوطني 47 لبلاده، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي والمعتمدين لدى المملكة وعدد من المدعوين. وقد نقل سعادة الشيخ خليفة بن راشد الخليفة وسمو الشيخ خليفة بن علي الخليفة تحياتي صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لقيادة وشعب سلطنة عمان الشقيقة، وتمنياتي سموه بدوام الرفعة والازدهار للدولة الشقيقة في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان قابوس بن سعيد. وأكد عمق ومتانة علاقات الأخوة والتعاون الوثيقة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وتميزها في مختلف المجالات في ظل ما يربط بينهما من وشائج القربة والمصير المشترك. من ناحيته أعرب سفير سلطنة عمان لدى المملكة عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بكل ما من شأنه الارتقاء بأواصر العلاقات بين البلدين الشقيقين، معربا عن تطلعه إلى أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التعاون المثمر الذي يلبي طموحات البلدين والشعبين الشقيقين.